طبعا كده احنا هنسيب جزئية كونكت للحصة كمان بعد اللي جاية دي كمان، يعني النهاردة والحصة اللي جاية هيبقى بلس، بحيث ان احنا نجهز نفسنا لكونكت بلس. اما بالنسبة للكونكت انت جاهز له، يعني حتى لو فاضل لك درس في الوحدة التانية مش مشكلة، انت اهم حاجة معاك اليونت الاول ومعاك تلات ارباع اليونت التاني كمان. طيب عنواننا هنا في يونت 5 بالنسبة للبلس اللي هتمتحن عليه ان شاء الله، مديني حاجة اسمها جو اكسبلور. جو اكسبلور يعني ايه اكسبلور؟ اكسبلور قلنا فعل بمعنى استكشف، يبقى لما اقول جو اكسبلور معناها استكشف او اذهب للاستكشاف، يبقى اذهب للاستكشاف او استكشف. طبعا بيتكلم في الدرس الاول عن شخصية جديدة بالنسبة لنا ولكنها مشهورة، اللي هو احمد ابن ماجد. احمد ابن ماجد مديني كلمات مهمة في الدرس الاول زي أسترونومي. أسترونومي اللي هو علم الفلك، يعني إيه أسترونومي وإمتى أختارها وأنا مطمن؟ لما أقول لك ذا ستادي أباوت ستارز أند بلانيتس، الدراسة اللي بتتكلم عن الستارز والبلانيت دي بسميها علم الفلك. نافيجيت فعل مهم عندك برضو في التعريفات بمعنى يبحر، اللي هي فايند يور واي ات سي، كونك بتعرف تلاقي طريقك في البحر يبقى انت كده نافيجيت بمعنى يبحر. فاسينيتد باي بمعنى مفتون بي او مغرم بي مهتم بي. نافيجيتور الاسم من نافيجيت، قلنا نافيجيت يبحر، يبقى نافيجيتور معناها بحار او ملاح، بيقولوا عليها ملاح بحار، يعني الشخص اللي كان فايند زير واي ات سي، كونك عارف طريقك وسكتك في البحر يبقى انت كده نافيجيتور بحار، وهو ده الشخصية اللي عندنا النهاردة نافيجيتور. بننسولة، بننسولة اللي هي شبه جزيرة، ولما اقول تعريف بننسولة ان هي عبارة عن لاند سراوندد باي سي او ووتر، محاطة بالمية اكسبت وان سايد، ما عدا جانب واحد منها، يبقى هي محاطة بالمية من كل الجوانب ما عدا جانب واحد. طالما قال لي اكسبت وان سايد يبقى اقول له دي اسمها بنينسولا اللي هي شبه جزيره. سيلورز ما هي قريبه من كلمه نافيجيتور، وده بحار وده بحار، سيلور بمعنى بحار، بس هنا مخصص لي كلمه سيلور اللي هي بيرسون هو ورك اللي بيشتغلوا اون بوت او شيب، يبقى الشخص اللي بيعمل على سفينه شيب او بوت مركب ده بسميه سيلور بحار. تعالى بعد كده مديني بيرسون، ماستر بمعنى سيد او ماهر، اوشن اللي هو المحيط، انتليجنت ذكي، ويندز اللي هي رياح، سبيس فضاء، ستارز نجوم، اكسبت قلنا ما عدا، عمان اللي هي عمان دولة عمان، جريت رائع، ريليوابل لما اقول هنا ريليابل 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 معناها يعتمد عليه، حاجة بعتمد عليها أو موثوق فيها يبقى اسمها ريليابل ريليابل. بويمز اللي هي القصايد، مديني فيمس مشهور، بلانتس قلنا كواكب وهربطها مع كلمة ستارز، والاتنين بربطهم بكلمة أسترونومي اللي هو علم الفلك. مانسونز مين المان سونز دي؟ قال لي رياح موسمية هنربطها بكلمة ويند، قلنا ويند بمعنى رياح، وعندي أيضا مانسونز اللي هي رياح موسمية. اكسبلورال يعني إيه؟ الاسم من الفعل اللي عندي اكسبلور يستكشف، يبقى اكسبلورال بمعنى مستكشف، الشخص اللي بيروح نيو بليسز أماكن جديدة عشان يتعرف عليها ده اسمه اكسبلورال. كامباس البوصلة، والراجل اللي عندنا النهاردة اللي هو أحمد ابن ماجد هيستخدم طبعا الكامبس وكمان هيطور منها وهيحسنها، اللي هي improve the canvas، هيحسن من البوصلة اللي موجودة عشان نستخدمها دلوقتي. ديزاين بمعنى يصمم أو تصميم، روتس كلمة روت هنا معناها طرق، الطرق روتس. لانجوج لغة، جيوغرافي جغرافيا، هيستوري ماس ستاديز دراسات. أهم أهم ست كلمات في الدرس الأول، يعني الست كلمات اللي المفروض تلاقيهم في امتحاناتك في الاختياري أو في أكمل. مديني نافيجيتور قلنا بمعنى بحار،
قال لي بيرسون هو كان فايند ذير واي ات سي، يبقى اربط لي ما بين كلمه واي ات سي، واي ات سي، واي ات سي طريقه في البحر، بكلمه نافيجيتور وايضا الفعل نافيجيت اللي هي يبحر. يبقى الشخص اللي بيعرف يتجه ويمشي في البحر ده اسمه نافيجيتور. استرونومي الستادي هي دراسه لايفرثينج ان سبيس، دراسه لكل حاجه في الفضاء خاصه البلانيتس والستارز. يبقى اول ما تشوف لي في تعريف جمله بلانيتس وستارز يبقى انا بتكلم عن الاسترونومي علم الفلك. مين السيلورز؟ البحاره. قال لي دولت الناس اللي ورك اون شيب او بوت، ورك اون شيب او بوت ده بسميه سيلور بحار. بنسوله قلنا شبه جزيره مش جزيره، ده شبه جزيره. يعني شبه يعني ناقصها حته وتبقى جزيره. هي مين؟ قال لي بيس اوف لاند، هي عباره عن ارض والسي اول اراوند ات، محاطه بالبحر محاطه بميه، اكسبت اهم كلمه هنا اكسبت ما عدا وان سايد، ما عدا جانب من ضمن الجوانب ده ما بيبقاش فيه ميه، فعشان كده بسميها بنينسولا اللي هي شبه الجزيره. فاسينيتد باي بمعنى مغرم بي او مهتم بي، اللي هي فيري انترستد ان، فاسينيتد باي مسحور. نافيجيت قلنا فعل بمعنى يبحر، يعني ايه؟ يعني برضو فايند يور واي ات سي، فايند يور واي ات سي، كونك عارف طريقك في البحر يبقى انت كده نافيجيت، يعني بتبحر راكب الميه وعندك نافيجيتور الاسم منها اللي هو البحار. بعض الافعال اللي موجوده في القطع بتاع النهارده مديني ترافل يسافر، وعند الماضي طبعا ترافلد، اكسبلور اكسبلورد، امبروف امبروفد بمعنى يحسن او يطور، ديسكرايب كفعل الماضي منها ديسكرايبد باضافه طبعا الدي ديسكرايبد. هروح بعد كده للصفحه الثانيه، مديني الريجولار فيربس الافعال الغير منتظمه. الاقي فايند الماضي فاوند، اندرستاند اندرستود، هاف وهاز قال الماضي هاد، اما سي سو، رايت روت والتالت اسمه ريتن، نو نيو نون، بيكام بيكيم بيكام، بيكام بيكيم بيكام، الاول زي التالت بمعنى يصبح. بعض التركيبات او حروف الجر اللي في الدرس ده مديني ذا فيرست ارب سيمان، سيمان جاي من كلمه سي بحر، ومان رجل يبقى معناها بحار برضه، يبقى سيمان معناها بحار. ولما اقول ارب معناها عربي الجنسي، اول بحار عربي، ذا فيرست ارب سيمان اللي هو اول بحار عربي اللي هو مين؟ ابن ماجد. هاندردز اوف ييرز اجو، منذ مئات السنين. دي ارابيان بنينسولا اللي هي شبه الجزيره العربيه، ارابيان بنينسولا. اكروس ذا ورلد عبر العالم، عبر العالم. ابيسوف بمعنى قطعه من، نون از نون از، نون لوحدها معروف ومشهور يعني بتساوي كلمه فيمس، يبقى نون از معروف بانه، ات ذا يانج ايج اوف 7 يعني في سن صغير اللي هو لما كان عنده 7 سنين، ات ذا يانج ايج. ذا انديان اوشن اللي هو المحيط الهندي، ذا ريد سي البحر الاحمر، اوفر ذا ييرز على مر السنين، ترافل سيفلي بيسافر بامان، listen to يستمع الى، on the sea دايما هستخدم مع السي او الووتر، on the sea في البحر. تعال نتعرف عن الفيموس نافيجيتور، الفيموس نافيجيتور اللي اسمه احمد ابن ماجد. الدرس كله عباره عن القطعه دي بس، الدرس كله هو القطعه اللي احنا اخذنا منها كل كلماتنا اللي فاتت. يعني لو جالي في الامتحان قطعة أكمل ممكن أجيب لك الحتة دي كده وأقول لك كمل بكلمة، الحتة دي كده وأقول لك كمل بكلمة، الحتة دي كده وأقول لك كمل بكلمة. إذن سيادتك لازم تبقى صحصح معايا وعارف إيه جزئيات المطلوبة منك في أكمل، لأن أكمل ده سؤال امتحان وش يعني، ده جاي لك كده كده جاي لك في الامتحان قطعة أكمل على الشخصية دي. دي واحد. اتنين، جزئية جرامر هناخدها دلوقتي وسهلة جدا لأننا واخدينها في الترم الأول. بقول have you heard about أحمد ابن ماجد، have you heard
بقلمك لو معاك الشيت، او اعرف احنا هنحدد ايه دلوقتي حد ما تطبع. مديني هاف يو هيرد، هاف يو هيرد، قلنا هاف هاس تصريف ثالث. هاف يو هيرد اباوت احمد ابن ماجد، عمرك سمعت عن واحد اسمه احمد ابن ماجد؟ هي از ذا بيرسون، هو الشخص عن هون، هو هي از ذا بيرسون، هو الشخص اللي ميد ات ايزير، خلاها لنا سهله، ميد ات ايزير فور اس، جعل كل شيء سهل لنا. To travel on the sea، عشان نسافر في البحر. Today اليوم، و today هنا بتعني now أو في الوقت الحاضر. يبقى الراجل ده هو السبب إن الناس بتسافر في البحار دلوقتي بأمان أو easier بسهولة. يبقى he is the person who made it easier for us to travel on the sea، عشان نسافر في البحار. ابن ماجد was the first Arab seaman، أول بحار عربي. The first Arab seaman. And he learned، أنا بتكلم عن شخصية تاريخية، يعني هستخدم ماضي، يعني هستخدم ماضي، كل جملة ماضي. He learned how to navigate، تعلم كيف يبحر، إزاي بيمشي في البحر. How to navigate the seas، إزاي يبحر في البحار. يبقى he learned، تعلم، how to اللي هي معناها to، يعني navigate the seas، انه يبحر في البحار. وهنا مديني تعريف navigate، يعني ايه navigate؟ navigate means to find your way around، to find your way around، كونك تبقى عارف طريقك وسكتك فين في البحر. ده مين navigate، عشان كده انا بسمي الشخصية دي navigator، بحار. أحمد ابن ماجد lived، عاش، كان عايش، كان عايش. Hundreds of years ago، منذ مئات السنين. He was born in، اتولد سنة، ودي طبعا هيجيلك في الليسننج أو أكمل. He was born in، اتولد سنة 1432، 1432، 1432. In what is now Oman، في بلد اللي احنا عارفينها دلوقتي باسم عمان. يبقى he was born in 1432 in Oman، في بلد اللي اسمها عمان. As a child، حياته كطفل بقى عمل ايه؟ He was fascinated by the sea، كان مغرم بالبحر. He was fascinated by the sea، كان مغرم، مهتم جدا بالبحر. ايه السبب في كده؟ He loved to listen to stories، كان بيحب يسمع قصص about sailing، عن الإبحار. From his father and grandfather، من باباه وجده. ليه؟ هو باباه وجده كانوا شغالين ايه؟ Who were great sailors، اللي كانوا بحارة مشهورين أو رائعين أو عظماء. يبقى his father and grandfather were great sailors، باباه وجده كانوا sailors، يعني لهم نشاط في السيلينج، في البحار. يبقى دولت كانوا sailors، كان بيحب يسمع الستوريز about sailing، عن الابحار. زي هنا عايد على مين؟ على الفاذر والجرانفاذر. They also had their own ships، كان عندهم السفن الخاصة بيهم. لما قول own ships، سفنهم الخاصة بيهم. Before ابن ماجد was born، قبل ما يتولد أحمد ابن ماجد، his dad and grandfather sailed، أبحروا. راحوا فين الناس دي؟ sailed the Red Sea، أبحروا في البحر الأحمر، and the Indian Ocean، وأيضا المحيط الهندي. مين؟ الفاذر والجرانفاذر. ابن ماجد wanted، أراد، كان عايز هو كمان. he wanted to explore the seas، أراد أن يستكشف البحار، and the oceans، وأيضا المحيطات. to at the young age of seven، اللي هي معناها at seven، يعني في سن السابعة. وعشان هو سبع سنين بالنسبة لسيلور أو نافيجيتور، فقال لي at the young age of، في سن صغيرة اللي هي سن السبع سنين. He went on his first journey on the sea، بدأ أول رحلة له في البحر. إمتى؟ At the age of seven، وهو عنده سبع سنين، واسمها on the sea.
ابن ماجد was a very intelligent man. كان very intelligent man. كان راجل ذكي. And studied. He was and studied. كان ذكي. And studied a lot. درس كتير. He learned. تعلم. تعلم ايه بقى؟ خلي بالك من الفقرة دي، فقرة امتحان فأكمل. فقرة امتحان فأكمل. He learned languages. يبقى هبدأ باللغات. He learned languages. تعلم لغات. And he learned about math. وتعلم عن الرياضيات. Geography وجغرافيا. And astronomy. وعلم الفلك. And astronomy. وبدأ لي جملة جديدة باسترونومي كابيتال. اللي هو عايز يعرفني يعني ايه علم الفلك. Astronomy was important. علم الفلك ده كان مهم بالنسبة له. ليه؟ قال لي because the stars at night. النجوم اللي موجودة بالليل helped sailors. بتساعد البحارة to find their way. انهم يعرفوا اتجاهاتهم، يعرفوا طريقهم ماشيين فين ورايحين وجايين منين. يبقى الستارز مهمة. طب الستارز تبع اي دراسة؟ تبع الاسترونومي، علم الفلك. وابن ماجد لانه كان انتليجنت ودرس كتير، فهو تعلم كتير عن اللانجوجز وعن الماس والجيوغرافي وايضا الاسترونومي، علم الفلك. ابن ماجد ستاديز، دراساته اللي عملها دي هيلبت هيم، ساعدته اندرستاند، انه يفهم. دراساته دي ساعدته انه يفهم ايه؟ الويندز، الرياح. The monsoons، يعني يا باشا monsoons الكلمة الجديدة دي اللي هي الرياح الموسمية. The monsoons رياح موسمية، ولذلك قلت لك اربط ما بين كلمة monsoons وكلمة windows. ما دي رياح ودي رياح، بس اسمها رياح موسمية. And the stars in the sky، وكمان دراسته دي علمته عن الستارز، عن النجوم. وقلت لك دي أهم فقرة في القطعة كلها. As he got older، لما كبر الراجل ده، ابن ماجد became، معناها was، became يعني was، أصبح، became known، أصبح معروف، مشهور، famous. عشان لو جايب لي قطعة وبيقول لي اختل كلمة known معناها ايه، هقول له famous. الراجل ده أصبح known as a master navigator. مش navigator والسلام، ما هوش مدرس والسلام، لا، ده ماستر تيتشر، يعني مدرس اول، مدرس شاطر، مدرس ماهر. يبقى هو اصبح ماستر نافيجيتور، بمعنى بحار شاطر جدا، بحار ماهر. He used the compass، استخدم البوصلة. But when he saw it could work better on the seas، لما لقى اهمية الكامبس وان هي ممكن تفيد كتير في السيس في البحار، He improved the design، يعني حسن، طور. طور من ايه؟ من الديزاين، من التصميم بتاع الايه؟ من تصميم الكامبس دي. It was then، اللي هي اتمنى، اللي هي البوصلة، الكامبس بتاعته. Was then more reliable، اصبح يعتمد عليها، معتمدين عليها كتير. For sailors to use، اصبحت reliable يعني يعتمد عليها بالنسبة لمين؟ للسيلرز. عشان ينزل ياخد جولة في البحر او يستكشف مكان، كان لازم ياخد معاه الكامبس بتاعت احمد ابن ماجد. Over the years، مع مر السنين، ابن ماجد روت، الراجل ده ما كانش عبارة عن نافيجاتور وخلاص، ما هوش بحار والسلام، امال ده كان اقدر اقول عليه رايتر كمان، وبويت، شاعر ومؤلف. ليه؟ لان هيروت كتب سر نعمين. يعني هو كده اخترع الكومباس ولا مش اختراعها، هو استخدم كومباس ولكن طورها، قلنا امبروفد، حسنها، طورها. تمام. هاي بنقول اوفر ذا ييرز، على مر السنين، ابن ماجد روت، الف، وروت هنا بمعنى ألف، كتب 38، العدد مطلوب تعرفه، 38 بوكس. الراجل ده كتب 38 كتاب. ديسكرايبنج، بتوصف الكتب بتاعته بتتكلم عن ايه. وات هي نيو، بتوصف المعرفة اللي هو عرفها. سام اوف هيز بوكس، بعض كتبه، هاد انفورميشن، كان فيها معلومات، اباوت روتس، عن الطرق، طريق.
to different places عن الطرق لأماكن مختلفة. And some described وبعض الكتب described كانت بتوصف the history of sailing بتتكلم عن تاريخ الإبحار. زي وخط تحت زي هنا ويسألنا عنها ويقول لي هي زي هنا بتشيل مين؟ ها؟ زي هنا بتشيل مين؟ بوكس البوكس الكتب صح صح زي هنا بتشيل البوكس بتاعت ابن ماجد. زي helped sailors ساعدت البحارة travel from Arabian Peninsula to India ساعدت البحارة إن هم يسافروا من أرابيان بنينسولا من شبه الجزيرة العربية to India للهند. East Africa وشرق أفريقيا and other places وأماكن أخرى. He even هو كمان wrote poems كتب كمان القصايد. يبقى الرجل ده كان رايتر وألف كتب وألف كمان أو wrote poems كتب قصايد أيوة. Across the world معناها في العالم كله أو عبر العالم. أحمد ابن ماجد is still لازال famous مشهور. الراجل دلوقتي مشهور في الوقت الحاضر بتاعنا. His books have helped كتبه ساعدت من سيلرز بحارة كتير for hundreds of years لمئات السنين. With ابن ماجد's help يعني بمساعدة هذا الرجل بالمساعدة اللي هو عملها we can all travel safely بنقدر كلنا دلوقتي نسافر بأمان on the seas في البحار وقلنا ما نساش on مع السيز. شوية تركيز وتعالى نلعب الجملة الأولى في الليسنينج مش هنقول بقى. بقول أحمد ابن ماجد was born in هنا 1432 قلت لك احفظ التاريخ 1432 32. As a child he was fascinated by في وهو طفل كان مغرم بالسي بالبحر زي بابا وجده by the sea. He loved to listen to about sailing stories طبعا about sailing. His father and grandfather were great كانوا great sailors بحارة نعم. واحنا ليه في نمبر 2 ما نقدرش نقول المفروض يبقى في اختيار A, B and D الاثنين C والاوشن الاثنين ينفعوا فين هنا لا لا تعال لي يا حسن تعال لي يا حسن للقطعة تعالى لي القطعة يا حسن اهو هي وصفة سينيتد باي ذا سي باي ذا سي حلو الكلام ادي في القطعة. حاجة تانية السؤال ده اسمه يا حسن لسن ايوه يبقى سيادتك المفروض انا لو جايبه لك في امتحان هقول لك القطعة وهذكر لك كلمة سي بس مش هقول لك ده وده لكن ده هو عايز يستكشف السي والاوشن تمام هروح لي القطعة الثانية يلا نلعب يلا نلعب يلا نلعب. ابن ماجد was a very intelligent man رجل ذكي and studied a lot درس كتير. He learned قلنا هبدأ باللغات ابدأ بمدرستك ابدأ بمدرستك languages. He learned languages تعلم اللغات and learned about math geography and astronomy and astronomy والفلك and astronomy. ما يضحكش عليك وتقول لي ما astronomy هي لا astronomy هي جملة جديدة وقلتها لك وانا بشرح لك دلوقتي يبقى and astronomy. Astronomy was important because the stars at night helped كانت بتساعد ايه السيلرز طبعا البحارة to find their way يعرفوا طريقهم بترشدهم بالليل. ابن ماجد studies helped him understand the windows and the stars. قلت لك البطل ما بين windows ومانسونز اللي هي الرياح الموسمية. تعالى من في دولة person who can find their way at sea
نافيجيتور. نافيجيتور. دي جملة امتحان. جملة تانية: is the study of everything in space, the planets and stars. Astronomy. أهو. are people who work on ship أو boat. سيلو. The sailors البحارة. to find your way at sea معناها navigate. way at sea يعني navigate. way at sea يعني navigate يبحر. بيقول لي means very interested in مهتم بي fascinated by. fascinated by. لما قلنا he was fascinated by the sea كان مهتم بالبحر مسحور البحر عامل له ساحر. fascinated by معناها interested in. تمام. تعالى قطعة تانية وعلى أسئلة. طيب والأحمد ابن ماجد يوز ذا آ اون ذا سي از كومباس. أقول له كامبس البوصلة. ابن ماجد روت بوكس ديسكرايبنج ذات هي نيو 38. فين 38؟ أهي كاتبها لي فوق بالأرقام وأنا عايزها هنا بالحروف. أهي 38 بوكس. أقول له 38 بوكس. اللي بعده: some of ابن ماجد's books described the history. كانت بتوصف تاريخ سيلينج. السيلينج. الراجل بيتكلم عن السيلينج الإبحار. how did the books help sailor. كتبه ديت help sailors ازاي ساعدت البحارة ازاي. قال لي زي help sailor to travel from the Arabian Peninsula to India, East Africa and other places. ساعدته طبعا كتب الكتب بتاعته ساعدت البحارة دول انهم يسافروا من شبه الجزيرة العربية للهند و و و. تمام. اخر نقطة. what does. نعم هو بس هو انا ما ينفعش اجيبها من فوق من عند some books give had information والحته دي. حبيب قلبي هو بيقول لي ايه did did the books help مين سيلور. help sailor. يبقى انا عايز الجزء اللي بيتكلم عن مساعدته للسيلور. اي help sailors. بس النقطة الأخيرة: هو does the underline pronoun they refer to. زي اللي تحتها خط ده اهي اللي كانت جاية بعد البوكس ده اهي. قلنا بتشل مين البوكس. البوكس. بس كده قطعة الترتيب الأول وشوية تركيز معاك دقيقتين فكر فيها قبل ما تستعجل. رتبها مرتين قبل ما تستعجل. يلا. what type of books did ابن ماجد رايت. ماشي حسن. برافو برافو يا حسن. يبقى اسمها what type of books ما نوع الكتب. what type of books did ابن ماجد رايت اللي كتبها او الفها ابن ماجد. النقطة التانية: ابن ماجد learned how to navigate the seas. learned how to navigate the seas. تعلم كيف يبحر البحار. جملة الأخيرة جودي أيمن: ابن ماجد مع حضرتك يا سير. ابن ماجد ثانية عايز فعل. عايز فعل اللي هو lived. of ثانية hundred years ago. هقول ابن ماجد lived hundreds of years ago. ابن ماجد lived عاش أو كان عايش hundreds of years ago منذ مئات السنين. تمام. بعد كده طبعا بيطلب من سيادتك تكتب لي باراجراف عن احمد ابن ماجد اللي هو بنسميه هنا the first Arab seaman اول بحار عربي. وعرفنا ان هو طبعا نافيجيتور وسميناه الماستر نافيجيتور كمان مش نافيجيتور وخلاص. تمام. في مشكلة في الدرس الاول ككلمات؟ لا يصير. طيب يبقى سيادتك الاكسرسايز نفسه اهو ده طبعا كتاب معروف ان الناس معظم الناس شغاله منه معظم الناس شغاله من الكتاب ده. يعني يوم ما يجي لك في مدرستك
هيجي لك أسئلة من النوعية اللي قدام حضرتك اللي احنا حليناها دلوقتي مع بعض. الجزء الثاني listen to اللي فيه جزئية اللانجوج اللي هو الجرامر. طبعا مديني تكملة تكلم عن حاجة اسمها بلوج، ولكن جزئية الجرامر اللي عندي نركز في الجرامر الأول عشان يبقى مسكنا العصاية من النص، يبقى معايا كلمات من ناحية ومعايا جرامر من ناحية تانية، تبقى داخل امتحانك إن شاء الله مطمن، مش هيجي لك أكتر من كده في الامتحان. مديني حاجة اسمها الفريزال فيربس، شفناها في الترم الأول، كان عندي منها مجموعة في الترم الأول، نفكركم كده، كان عندك مثلا على سبيل المثال كان عندك بوت أواي، بوت أواي، صح؟ فهم دول المجموعة الأفعال اللي عندي، ده الجرامر اللي عندك هنا في الدرس ده، ده الجرامر اللي في الدرس ده، تمام؟ طيب هو عايز يقول لي إيه؟ عايز يقول لي إن الفعل اللي مقترن بحرف جر بيتغير معناه إزاي؟ يعني مثلا هنا اداني مثال الفعل سيارة، ولكن لو قلت سي اوف معناها يودع، بيودع، بيروح يوصل حد المطار ويودعه، سي اوف. لو بصيت على فعل تاني فيل بس معناها يملأ، ولكن فيل ان معناها كومبليت اللي هي يكمل بيانات استمارة، يكمل بيانات استمارة او جدول يعني فيل ان. طب انت عايز تقول لي ايه في الليلة دي كلها؟ شوية تركيز بقى في الامثلة. هنا اقدر اقول شي so of her husband معناها ودعت زوجها before he traveled. ايه اللي حصل؟ سي اوف جت على بعضها اللي هو الفعل وحرف الجر لازقين في بعض اهمت، وجالي بعدها المفعول اللي هو هير هازباند. كلام جميل، كلام جميل. طيب هل ينفع ان اقول شي so of him she so of him؟ قال لي لا لا. ليه؟ لان اصبح him ضمير، وعشان يبقى ضمير لازم يحشر نفسه في النص هنا اهو، فين؟ ما بين الفعل وحرف الجر. لو ضمير لازم يجي لي في النص، لو ضمير لازم يجي في النص. طب لو اسم ينفع في النص وينفع بعد حرف الجر؟ تعال نفهم الحتة دي أكتر من المثال ده. لما أقول I filled the form in، إيه اللي حصل؟ استخدمت فيل أهي، وبعدين المفعول اللي هو الفورم، وبعدين حرف الجر اللي بيجي مع فيل اللي اسمه إن. يبقى أنا عملت إيه؟ فعل مفعول وحرف الجر إن. طب ما ينفعش أقول له فيل إن على بعضها؟ ينفع، أهو أهو فيل إن، بس مين اللي جاء بعد فيل إن؟ the form. مين اللي جه بعد في الان؟ الفورم، يعني اسم. امال لما احب اعوض عن فورم دي هعوض عنها واكتب ايه؟ ات، اللي هو ضمير المفعول بتاعها ات. طب ينفع اقول اي فيل ان ات؟ قال لي لا، حتى عشان تقولها في جمله ملهاش طعم في الان ات دي. امال الصح ان ات تحشر نفسها فين يا حلوين؟ ما بين الفعل وحرف الجر. فين الكلام ده يا باشا؟ فين الكلام اهو؟ I filled it in. ما ينفعش اقول له in it، لا، اسمها I fill it in. fill it in مش fill in it. يبقى اذا كان عندي it او him او her او us او you، يعني في ضمير مفعول مالوش غير مكان واحد ما بين شقي الفعل، يعني ما بين الفعل وحرف الجر. طب لو اسم قول يا حسن. هو احنا اصلا الفرق بين فيلد انه فيلد العاديه؟ فين العاديه يملأ يا حسن؟ يملأ ميه، يملأ زيت، يملأ بترول، يملأ اي حاجه في الدنيا، لكن في الان يكمل بيانات استماره، يكتب. تمام، هتعرف ده دلوقتي، بس اعرف لي الاول التركيبه بتاعت الجمله ازاي. تمام، يبقى انا عندي فيل ومفعول، اذا كان المفعول ضمير لازم يبقى ما بين الفعل وحرف الجر، اما لو المفعول عندي اسم اللي هي كلمه فورم ديت استماره ديت، اقدر استخدمها بعد ان واقدر استخدمها في النص. يبقى لو الكلمه اصلها موجود عندي يمكن استخدامها
ما بين الفعل والحرف او بعد الحرف، ما فيش مشكلة، الاتنين صح. انما لو ضمير ما ينفعش الا مكان واحد، اللي هو ما بين الفعل وحرف الجر. تعالى بقى يا حسن اعرف الفرق. مديني في الان بمعنى يملأ او يكمل بيانات استمارة، اللي هي بتساوي كومبليت. هيجي لك في الامتحان يقول لي في النقط مينز كومبليت، اقول له اسمها في الان معناها كومبليت. يبقى مطلوب مني بعرف ان في بعدها ان ومعناها كومبليت. طيب مامتك الصبح ويك اب بتصحيك، مامتك بتصحيك اسمها ويك اب. لما ماما تصحيك يعني بتقول لك بطل نوم، بطل نوم، ستوب سليبنج. يبقى ويك اب معناها عندي ستوب سليبنج، استيقظ يعني بطل نوم. طيب لو جيت هنا وقلت ماي ماذر ويكس احمد اب، وماي ماذر ويكس اب احمد، امال لو قلت هم لو قلت هم بدل احمد ها wake him up. ايوه، يبقى اسمها ماي ماذر ويكس هيم اب، ويكس هيم اب، ويكس هيم اب. المهم ان ويك عايز اب معناها ستوب سليبنج، بيك اب بقى كانت بمعنى يلتقط، وهنطلع ونرجع ونكمل معناها في السيشن التاني على طول. يلا يا